بحر الحياة شروقها غروب يا لوعة القلوب ذهبت بنا الدروب نذرت روحي لكل التضحيات حصدت وهما والخوف يملأ ذاتي نذرت روحي لكل التضحيات حصدت وهما والخوف يملأ ذاتي بريقها خلى في عالم الطغى لكنه سرى كان حلو انا اتبادل مع حده. اول انه صبيه صغيره قد بنتي تتواسط لي مع مرة شو اسمه هذا؟ هي اسمها انه لازم تكسر البيضه وتطلع منها. نجوى لا تحاكيني هيك، انا مالي صغير. انا اسفه عمي، ما كان قصدي حاكيك بهالطريقه، بتعرف اني بحترمك، ولا كان قصدي شبهك بالسوس لا سمح الله، بس يمكن حياتنا بالمدينه خلتنا نكون بخلا حتى بالنصيحه، او يمكن هيك الله خلق سكان المدن. عمي انت ليش حابس حالك؟ ان شاء الله نفكر انه كل ما قريت اكثر كل ما فهمت الحياه اكثر. كل ما قعدت بالبيت بتقرا، بتروح على الحديقه بتقرا. عم يطلع لبرا شوف الدنيا، شوف العالم. ملاحظ كم سنه الك ما نزلت على الضيعه؟ مالي مروه. عمي والله الحركه بتفيد ما بتضر. لك بعرف والله بعرف. عمي يلي بدها تحبك رح تحبك على روحك الحلوه. لك هذا كلام رومانسي، وبوقتنا الحاضر هلا ما عاد في مكان للرومانسي. أنت عم تحكي عن الشخص يلي بده يشاركك حياتك، بس أنت في براسك شيء ثاني. شو يعني شيء ثاني؟ أنت طالب تعشق. أنا آسفة عم حاكيك بهذا الموضوع يلي عادة البنات بتحاكوا فيه بينات بعضهم، والشباب كمان بيحكوا لحالهم، أو يمكن فارق السن بيناتنا. لا يا نجوى، أنا عمك اللي فيكي تحكي معه بصراحة. أنا متأكدة إنه ما عندك ازدواجية، بس بضل بنت. وإذا؟ اصلا انت الوحيده اللي فيني احكي معها بشكل جدي. ليكك قلتها بعظمه لسانك، يعني لو ما تعرفت على هي ما بينشبع من وشك، انضليت كمان 50 سنه قاعد بالبيت. يا عمي اطلع لبرا، شوف الدنيا، شوف العالم، لازم تاخذ فرص اكثر بحياتك. بعدين شو فكر؟ اذا هي حاببتك يعني عم بتفضل عليك، ما انت كمان بتحبها. لك ايه، بس المساله انه مين بده يبدا؟ عمي لا تطرح اسئله مين بده يبدا. فهمت، بس حاج فلسفه هلا على راسي. قومي روحي لعندها وشوفي شو الله بيخلق معك. خلصينا. تكرم عينك ابو الرود. مرحبا. أنا آسفة بس نحن أهل الضيعة مالنا متعودين نشوف حدا منعزل، بجوز الفضول او بالاحرى ما فينا نشوف حدا هيك عايش لحاله وما له بحاجه للناس. لا لا اهلا وسهلا. ولو يعني انا كثير عتبت على عمي انه اسعفت لك بنتك، لك اختي لا تعتذري، لا تقولي شكرا، لا تقولي شيء، بس طمنينا. للاسف هذا اللي صار، بس مثل ما لك شايفه يعني انا بحالي. والله مصدقتك، والله بعرف انه انت بحالي، بس يعني احيانا الواحد ما بيكون بحاجه لحدا، بجوز يعني نحن نكون بحاجتك. اولا انا جيت مشان اطمن على البنت، ثانيا جيت انقل لك اعتذارات عمي، يعني هو ما كان قصده يدق عليك الباب وبالفعل كثير انحرج، بعدين عمي ما كانت نيته سيئه ابدا. اهلين اهلين حبيبتي، كيفك؟ شلون صرتي؟ طيب تفضلي. لا حبيبتي انا جيت بس اعتذر لك نيابه عن عمي، بعدين يعني بحارتنا ما بيصير مره تدق غير على باب مره. اذا ما عندك شيء فوت اشربي قهوه. طب انا ما بدي احرجك، بلكي جاي بوقت غير مناسب. لا لا ابدا، تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا، تفضلي بس لحط القهوه على النار. يلا انتي شو اسمك حبيبتي؟ رنين. يا عاشت الاسامي رنومه. بتعرفي انا بعرف بنت كمان هيك زغنوطه وكربوجه واسمها كمان رنين. اهلا وسهلا. اهلا فيكي، تسلمي. احذري شو، عمي لما بده يجيب لي سيرتك ما بيذكر لي اسمك، دائما بقول لي هي يلي وشها ما بينشبع منه. منين يا حسره؟ بعدين لشو هالحكي؟ بس انا ما تعرفت لسه باسمك. هبه. عاشت الاسامي يا هبه، وانا اسمي نجمه، ممرضه بشتغل ورديتين، مره الصبح ومره المساء، يمكن من شان هيك انا منعزله اكثر منك، يعني ما عندي اصدقاء. هلا الواحد بينعزل لانه حابب العزله شيء، ولحتى يخلص من اذى الناس شيء ثاني. عمك بحاله وانا بحالي، فجأة بدق علي الباب. أنا ساكنة بالحارة جديد، يعني مو حلوة بحقي. والله وعمي كمان هيك رأيه، ما بتصدقي رح يطق من شعوره بالذنب. هلا هيك الناس بدقوا على أبواب بعضهم؟ والله معك حق، بس ما بتعرفي شو ظرفه. على كل شو ما بتحتاجي انا جاهزه، يعني اذا عندك شي مشوار صباحي فيك تتركي النومه عندي، انا على الغالب بكون الصبح بالبيت. بس ما قلتي لي شو بدي اقول له لعمي؟ عنده احساس كثير كبير بالذنب تجاهك، شو اقول له؟ صرت عم حس حالي خايفه بعد ما دق بابي. من شو خايفه؟ وقت اللي قررت اسكن لحالي فكرت انه الموضوع صعب، يعني مرة عم تعارك بهالدنيا لوحدها، طلعت الصعوبات من غير مطرح. قصدك من الحارة؟ يعني مو حلوة بحقي، أنا ساكنة جديد هون، تصير على لسان الجيران مثل العلكة. وحياة عيونك هاي الحارة ما بدها غير العين الحمراء، بعدين نحن ما بنتركك لحالك. لا دخيلك تركوني بحالي. بتعرفي إني حبيتك، والله دخلتي لقلبي، بس أنت إذا شايفتيني كثير متطفلة أو شايفتينا كثير نحن حشريين، ترى فيك تستغني عنا. ها؟ لا لا أنا آسفة. يلا أنا بدي أمشي بالإذن. الله معك، مع السلامة. باير النومة. مع السلامة. الله معك، مع السلامة. هلا هذا اللي طلع معك انه مرة موجوعة؟ عمي مشان الله طول بالك واعطي لحالك فرصة حاج بقى. على كل حال هي ما حق تزعل مني. عمي قلت لك عم تتذكرك من ايام الجامعة وحكت كلمتين بيطيروا العقل بحقك. طيب ما فهمتي لي انه ليش موجوعة؟ وشو قصتها انه عايشة مع الصغيرة لحالهم؟ عمي بكير، قلت لك بكير. لك شو بكير؟ صار عمري 50 سنة. عمي لسه عمرك 42 سنة، يعني لسه هو قديش معانا وقت، بدنا نتكتك ونفكر شو بدنا نساوي لبين ما يصير عمرك 52 سنة وتطقى هداك الولد. هلا أنا هذا اللي هاممني؟ شايف حالك لك عمي؟ والله العظيم رجعت مراهق وأنا عم أقول نعيم لمين طالع. بالله مو قد مسخرتك هلا. عمي حبيبي أنا ما عم بتمسخر. خلص أنت روق، أنا رح زبط المواضيع بيناتكم، وإذا بدك تفوت من هلا باكتئاب أعتبر إنه كل شيء راح خلص ما في أمل. لك أنا شو اللي بدي إياه؟ أنا بدي أشوفها أتفرج على وشها. ولا هي مرة يعني ما بعرف شو ظروفها، فهمتي كيف؟ عمي مشان الله ارجع للفلسفة، ما عم تحكي بلا جملة مفيدة، أنا ما عاد استوعب عليك بنوبها. لك يمكن معك حق، بس عم أقول لك يعني الإنسان لما بيكون مسؤول. لا تكفي كلام، أنا عم بفهم عليك. بس انت هدي وروق بالك، لا تلبك حالك. مرحبا. اهلين. ونجوى اخته لزياد؟ ايه انا نجوى. اهلين سيدي، تفضلي. راح يصرعني زياد مشانه. يا عمي شو منك؟ شكرا. ما عرفتيني ما؟ انا مهند، رفيقه لزياد. مهند شلونك؟ اهلين مهند. طب تفضل فوت عمي جوا. لا شكرا، عمك رياض ما هيك؟ سلمي لي عليه كثير. بس ما بصير هيك مع الباب، معقوله؟ لا شكرا، انا بشتغل على التاكسي، شوفير تاكسي يعني. قلت لحالي يعني اذا بيجيني مشوار قريب منكم مرقكم الاغراض، كنت بفكر حالي من هون لجمعه ما رح اجي، شوفي الحظ. محظوظ محظوظ بشوفتك. شكرا على المجامله، بس انا كان قصدي اخي زياد، هدول هديه عرسه؟ لا شو هدية ترسولي، شو بيقبل؟ هدول هدية جايتي من السعودية. معقولة انه على الأقل فنجان قهوة؟ تفضل فوت. لا شكرا. مع انه أنا كثير مشتاق له لرياض، بس عم حاول كون انضباطي على التاكسي، مع انه التاكسي ملك والحمد لله. ما دام الشغل ملك على شو مستعجل؟ تعال فوت تفضل. عمي أيوه أهلا. أهلا رياض. أهلا مهند. مرحبا. شلونك؟ بعد زمان. فوت قهوة جاهزة. شرف ماشي. شرف تفضل. يا عم شو شرفنا. أهلا. هاي نص ال1500 شبك. لك ابني شبك وين كاين؟ ما في شيء يا ابو عدنان، كنت بالوظيفه ورحت شقيت على البيت. لا واضح انه في شيء. ربا؟ لا والله. لك وين كاين؟ بالوظيفه ورحت شقينا على البيت. شو بنا؟ ايه شو هي؟ لازمك مصاري؟ لا سلامة خيرك، أنا آسف إذا منرفز شوي أبو عدنان. لقيته غرفة النوم؟ آخ خلص ولا يهمك. شو بدي أقول لك؟ أنا إلي صاحب بسقبة، شغله كويس ورخيص وابن عالم وابن ناس. ببعتك لعنده، لا ليش أبعتك؟ بروح أنا وياك لعنده، دق لربا خليها تروح معنا تنقي غرفة النوم. وقديش مصريات هاي الغرفة؟ إذا اشتريت على قدك بيطبقوا 100,000، قصدي الدينات يعني. لعنة أخي طول بالك، هي جاينا شغل مرتب، ابقى سدني على مهلك، على أقل من مهلك، ماني مستعجل. وينك؟ خبر المخلوقة خليها تروح معانا وتنقي، خليها تهتم ببيتها وتفوت بالدوكة. لا تخاف، الجواز الله بيسره. لك شبك يلا شد. 100 الله بيسرها. حارة. مرحبا. مرحبا. أهلين. استقت لك يا الله قديش استقت لك. هي لك زياد، لك انت شو مفكر؟ انا كنت عم بشتغل بشركه بتمد كهرباء وتليفونات بالصحراء. لغه انجليزيه مثل ما بتعرف، ما في كمبيوتر شرح، يعني هاي الاجتماعات الفنيه مستحيل احضرها، بين مثل السطل بيناتهم. بعدين يا رجل عندهم كل يوم في فكره جديده، مكنه جديده، شغله غريبه كثير، وانا شقفت عامل، اذا ما عجبك الله معك. لا ما وانا فكري بعد اطلع بالقفص. عن جد زياد هي، يعني لو بقيت هون شو؟ معلوم كنت صرفت اللي طلعته. لا زياد انا ما عم قارن، مستحيل، ما في مجال للمقارنه. بس وقت اللي بتترك ناسك واهلك واصحابك بصير شو ما طلعت قدامي اللي قدمته قليل. عم بحسبها بشكل عام ليكك انت عايش ورح تتجوز، وانا رغم الغربه والصحراء رح ارجع وعيش واتجوز، يعني هي. بكفي هنود انك امنت بيت، اشتريت سياره، يعني نوعا ما امنت مستقبلك. ليكك لقيت بنت الحلال. على فكره بينتها جدعه واخت رجال. لك شو هي اخت رجالك مهند؟ يعني المرأة إذا كانت منيحة ضروري نشبهها بالرجال؟ ما المرأة كائن مستقل بحد ذاته، بني آدم مثلنا مثله، وله إمكانية ومساهمة بالمجتمع. أساساً هي وحدة من الأفكار اللي سافرت مشان، يعني شلون بدي أتجوز وأفتح بيت وأنا مجرد موظف صغير، مساعد مهندس، يعني يا بتسافر وتضيع عمرك، يا بتضلك هون بتضيع نظافة كفك. ليكني، هي أنا ما ضيعت لا هي ولا هي. ما بعرف، يمكن أنا كنت خايف أكثر منك من متطلبات الحياة. بس ليكك رح تتجوز، على فكرة هي مغامرة، يمكن الحياة لسه ما قرصتك. بربي يا مهند أنا فرحان كثير بهالبنت، بتعرف أهم شيء إنه متحررة وما عندها العقد، ويوم عن يوم عم بكتشف قديش ما عندها أصلي. جا على بالك تحكي لي عنها ما؟ والله ما بعرف يا مهند، بس أكيد عم بحلم إنه نعيش حياتنا سوا، نبنيها سوا، نجيب ولد هيك ونشوفه عم يكبر قدامنا ونربيه. يعني مثل قصص أهلنا بس على حديث شوي. ربع حنونة كثير ومخها كبير. بتعرف احيانا بتحسها انه قاسي شوي، بس بالعكس عمليه ويعتمد عليها. نيالك طول عمرك بتفهم بالنسوان. لا لك مهند لسه ما وصلت فهم، لسه وصلت احساس. احساس؟ قول هالحكي لعمك ام مهند وخالتك ام مهند، لك يا رجل يا دوبني رجعت من السفر صار بده يجوزوني على كيفه، بخطب لك هي ولا هي، انا شو بدي اعمل؟ لا تعمل شيء، لاقي بس وحده على مزاجك. من وين على مزاجي؟ ما الغربة فرطت لي كل علاقاتي، لا رفقات ولا أصدقاء ولا شيء، ما صدقت على الله وأنا صادفتك. صادفتني؟ بلا غلاظة لك مهند، يخرب بيتك شو بلا أصل. إيه قول لحالك، مكتوب ما بعت لي. والله وأنت شقفة مسجلة صغيرة ما جبت لي. يلا بكرة بتتجوز بجيب لك هدية ثقيلة. على أساس أنت ما رح تتجوز ورد لك إياها يعني؟ والله يا ابن الحلال بينت مطولة كثير، يعني ما بدي أحكي لك عن حالي بس أنا، حتى أهلي متغيرين، أنا بين هون وهنيك اختلفت 180 درجة. يعني تشوشت نظرتي للمرأة. عادي لك مهند، مثل ما بتجيبوا بطانيات ومسجلات ومراوح بتجيبوا نظريات كمان. لا 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 تروح لبعيد، أنا مثل ما أنا. كيفك أنتِ؟ أهلين، شو شبك مستعجل؟ طالبيني بإسعاف دنياني ضروري. كيفك؟ مشتقت لك وبس؟ لا بس يا عمي شو ارمي حالي عليك؟ انا اللي رامي حالي عليكي. طب ليش ما جيت لعندك؟ هذا الموضوع بده قعده بتحكي فيه بعدين، بشوفك، سلام. حباب الروض. اهلين مراحب. شو؟ ليش عم نايس؟ لأنه أخوك نايم، وبعدين أنا ما عم بتفرج على شيء، عم بقرا شريط الأخبار. في شيء جديد؟ شو بده يكون في يعني؟ ما الحرب انتهت من زمان. قولتك. صباح الخير. وأنت من أهله. صحيح بالمناسبة، ما بدك تهديني تلفزيون على عرسي؟ أوف، تلفزيون مرة واحدة؟ شو يعني اقل منا؟ احسن ما اخذ الكونات. ها مو انا جبته؟ بالله لا عليك لقلك، اذا بنحاسب بعض على كل غرض بينجابوا، شغله عويصه كثير. والله يمكن معك حق، صباح على خير. ليك لقلك إذا أنا هديتك تلفزيون على عرسك، أنت شو بتهديني على عرسي؟ يا سلام، هلا أنا عمك شيء ولا أنت عمي؟ بعدين شو حكاية عرسك هي؟ لا لا ما في شيء. لا في سيدي في. بعدين انت طلعت التلفزيون لبرا والسهرة لهلا وأخبار وما أخبار ما فاتت بمخي هي بنوب. شو؟ لا لا عن جد ما في شيء. إيه؟ شو عليه؟ اليوم ما عرفنا بكرة بنعرف. يعني هو بده ياني من شاشي وانا بدي اياه من شاشي تاني. حاسه حالي عم بلعب معه لعبه القط والفار. ما بعرف شو بدي اقول لك، حتى ما بعرف اذا كنت بمون اقول لك من الاساس. لا يا هبه، ما انت بتموني على راسي. قسما بالله انك دخلتي لقلبي، تركينا من عم رياض، عن جد انا عم بحكي، دخلتي لقلبي انت وبنتك رني. شكرا. هيك لازم تحكي، ما تستحي مني. أنا برأيي اتركيه. كل رجال عنده غاية بينترك وغير مأسوف عليه. بس أنا ما بعرف، يعني ما عم بفهم عليه شو بده مني بالضبط. أحيان بيحسسني إنه بيموت علي، بس في شي جواتي عم بيخليني ماني مطمنة. يبدو مشكلتك إنك بتصدقي بسرعة. ليش شو الفرق؟ إذا صدقت بسرعة ولا صدقت على مهل؟ انتي ما بتعرفي شو هي حياة الممرضة، عكس ما بتبين تماما. وانا بعدين ما بدي اكون ضحية، انا لازم جرب. الحياة بدها اندفاع، بدها تجارب، والتجارب يمكن تحولك لضحية. والله ما بعرف، يمكن معك حق. والحل مو بدنا تحرر المرأة؟ تحرر المرأة؟ شو هالكذبة هي؟ ليش انتي ضد؟ لا ابدا بالعكس، بس مثل ما قلتي هي لعبة قط وفار، يا منخاف يا بياكلنا القط. والتجربة حقها عمر وشباب وتعب، وقت اللي بتعضي أصابيعك ما حدا غيرك بيتوجع. بس أنا ما بدي هيك، أنا كل اللي طالبته إنه أتجوز وبس. إيه هذا تحرر؟ أنت مالك عرفانة شو عم بيصير معي. نحن الممرضات حياتنا عبارة عن طبقتين، الأطباء والمرضى، نحن علقانين بالنص. الوحدة من بيناتنا حلمها تتزوج طبيب، بس الحلم بضل حلم. بعدين بتنصدم بالواقع وبتكتشف انه هي كانت مجرد محطة. بس بعد شو؟ بعد العمر ما هرب، وهذا هو القصد. انا ما بدي عمري يمرق هيك، ما بدي يضيع من بين ايدي. انت وحظك. وهي كمان فيها حظ؟ طبعا فيها حظ، ما هي مغامرة، مقامرة، يعني هيك شيء. مقامرة؟ ويمكن تكون مؤامرة كمان. أنا قبل 20 سنة يحبني شاب، كان بالنسبة إلي فتى أحلام، بس فقير، مو معتر، بس على قد الحال، ظريف، مثقف، بيفهم، حنون، مرح. تجوزنا وسافرنا واشتغلنا وطالعنا مصاري، جبنا أولاد وتعبنا وربيناهم. بعدين ما بعرف شو بدي أقول لك. بدك صراحة؟ أنا بذاتي صرت عم حس إني اعتقت، مثل هالكرسي، مثل هالباب، مثل كل شي عتيق، حتى روحي صرت عم حسها عتقت. وهلأ بقصد شو وضعك؟ وضعي؟ وضعي كتير واضح، أنا أرملة. أنا آسفة، والله العظيم ما كنت بعرف، ما تواخذيني. على شو ما تواخذيني نجوى، ما في شي، اللي راح راح، شو ذنبي؟ طيب خلص ما تحكي شي، اللي صار صار. بس أنا رأيي إنه أنت لازم تبلشي من جديد. نجوى أنت بعدك صغيرة، فيكي تقولي هيك، بس أنا أولادي صاروا شباب، ومع ذلك لازم تبلشي من جديد، لازم. تشربي قهوة كمان؟ بتخلص. الله يا أبو عدنان، شو الصوت هاد من إمتى؟ هلين أبو الزوز، شو شايفك مزهزة؟ الرزقة بتخلي واحد بمزاج عالي. حلو، رجع المهندس بده دارات تحكم؟ مو بس المهندس. شوفي اللي تروح على العراق. على العراق؟ ايه شباب، على العراق فيها نص مليون ليره. اي والله اذا ب 10 مليون ما بروح، شو مجنون انا؟ وليش خايف؟ الحرب خلصت، مالي مصلحه. ولك هدول نص مليون يا اجدع، 100 دش ضرب 100 دولار، نص مليون. لك عمي مالي مصلحه. طيب بتعمل العراقي كيف يركب هون؟ والله مهين علي تجي رزقه وانت براتها. وقديش بيدفع؟ 10,000 15,000 هيك شيء. بالله ولك اجدب اي واحد بيعلمه ب 5,000، يعني لو بيدفع 50 كنت قلت لك. سيدي رزقه شو ما جابت ركبت براسك. هاليومين لك ابو عدنان شو ما اجى منيح. هي رزقة المخلوقة، بينتها مرزوقة والله. والمهندس عنده بضاعة وبعت لنا واحد عنده دارة حماية الكترونية مضروبة، بدنا نصنع له مثلها خلال 24 ساعة. شو جاهز؟ تبع شو هاد؟ تبع مصنع وبدها شهر لتيجي من برا، ما فيهم يتعطلوا. عرفت مصنع شو؟ يبدو بسكويت علكة شوكولاتة هيك شيء. خيو أنا لقيتي بدي 50,000 ورقة. غلط لك يا ابني غلط، بالأول اتأكد إنه ما في غيرك حدا يعملها، وإذا في منافس دائما عطي سعر تحته. طيب خليه يفكها ويجيبها، بنعمل له مثلها. متأكد؟ طبعا متأكد، بس إذا قطعها موجودة، إذا قطعها مو موجودة بده يعمل له نطة على لبنان. كمان غلطة ثانية، القطعة لا تخلي زبوني أمنها، فهمت؟ شو هدول أبو عدنان قلنا؟ للعراقي. أوف، وليش ما أخذ من السوق؟ ليش هو بيعرف بالسوق، بعدين عندي أرخص. آه يا أبو عدنان يا ملك، ما حدا قدك خيو، بلعبها على الطاير. لك يا ابن الرزقة ما بدها طمع، خود وعطي. تغديت؟ لا والله لسه، حتى قهوة الصبح ما شربتها، من الوظيفة لهون دغري. نجيب أكل من السوق ولا نشوف بالبيت شو طابخين؟ مثل بعضها أبو عدنان، اللي بدك إياه. هلا شو قلت؟ قلت مثل بعضها. لك لا مو على الأكل، على بغداد. أخي على العراق مالي رايح، مالي مصلحة. خلص منجيب الزلمة لهون منعلمه وما رح نختلف على السعر. بسم الله. سيف واي اوكي، شايف معلم؟ هلا هيك نحن تقريبا بنكون خلصنا البرمجه. اهم شيء بالبرمجه بانك انت تدخل كودات صح، الافقيه والعموديه والفريكونسي نفسه، الفريكونسي فيرتيكال هوريزونتال، عرفت شلون؟ كلهم بدك تدخلهم كلياتهم على المنيو تبعهم. مفهوم؟ مفهوم. هلا بجميع الاحوال لك جميع الاحوال اللي بعطيك انا سيدي في بحدود ال 500 محطه، كل الترددات تبعها والكودات السريه كمان. بس بدك تنتبه منيح، بدك تعيد العملية كل قمر لحاله، النايل سات، العرب سات، الهوت بيرد والاسترا. هلا وقت الاسترا ولا وقت الاخبار؟ حبيبي أنا تاجر مو مهندس، وكله يتبع كله. ماشي سيدنا، والاسترا تكرم عينك، بس هلا بنتظر ليحمل بعدين نعمل له تشيك اب. على الكمبيوتر؟ لا بتفصل الكمبيوتر وبتجرب، بيطلع لك رقم بتحطه هون ها، وبعدين الأقمار مثل ما علمتك ها بتبرمج كل المحطات عليهم. يا أخي التكنولوجيا غير شيء. طبعا غير شيء، وخلقت للتنابل اللي مثل حكايتنا. ليش احنا شو نطالع بايدنا؟ هاي الدنيا وهاي احوالها. الله يستر ويعين، بسيطة سيدنا. والصحن والدش؟ اي لكان طبعا طبعا. يا ابو عدنان. نعم. وين بدنا نعلمه كيف يركب الصحن؟ والله ما بعرف، طالع عنا على الاسطوح، ولا اقول لك انت ما بدك تركب دش لبيتك؟ ايه صحيح، بس مو لنجيب اول شيء تلفزيون مثل العالم والخلق؟ خلص خذ ابره وريسيفر وصحن وبعدين نتحاسب. لك يا ابو عدنان ما بدي كوم على حالي ديون الله يخليك. او لك مو دين، خده على بيتك، خلاص اجتنا رزقه، الك لحسة اصبع. ما بدنا نستأذن بالاول صحابين البيت؟ بركي ما سمحوا لنا. شلون يعني ما يسمحوا لكم؟ بدك تسكن بدك تركب صحن، شو هي معركة العالمين؟ الجماعة بعدين اوادم. خلاص ابو عدنان خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هلا بس نخلص من هون بطلع انا وياك على التركيب مباشرة، بس بدك تسجل كل شيء اعمل لك اياها، ما بعيد مرتين. حبيبي كل شيء اللي تقوله مسجل. لنشوف. بس عندي اقتراح لك. تفضل. ليش ما ترجع وياي للعراق؟ تحط ايدي بايدك والله والله نكسب ذهب. ذهب؟ خليكي خليكي هبه، أنا رايح. معلش رجاء، إذا بتريدي أنا مدان إليك، وأعطيني فرصة إني أعتذر. يا ريت تقدر وجود الطفلة على الأقل. أنا عم ببذل جهود جبارة لحتى أوصلك اعتذاري. وأنا عم ببذل جهود جبارة لحتى تعتبرني مو موجودة. أنا كثير آسف إني أزعجتك وأجيت دقيت الباب عليك. اللي صار صار. يعني مالي عرفان كيف بدك تقبلي اعتذاري. خلص خلص قبلته. بالمناسبة أنا اللي بعتت نجوى لحتى تعتذر. إيه عرفت أمي مع ماما. هبة، قلت لك خليكي انت، انا رايح. لو سمحت. نجوى حبتك كثير. تحبها العافيه. اذا بتريدي بس خليني اطمن عليكي كزميله سابقه. رجاء ما عندي روح لهالقصص. اي قصص؟ انا بعت لك رساله واضحه مع نجوى. رجاء اتركوني بحالي، لا تساووني قصه بيتم الحاره. معاذ الله، لك انت. عن اذنك. تفضلي البيت بيتك. نشوف الاولاد. يقطع الزعل والسنين. زينب تعي حبيبتي بدي شوفك. اهلا وسهلا. تعي ماما. اجيتي بوقتك. هلا جاي المحامي. مشان شو المحامي؟ يعني مشان يفهمك الحكايه، الموضوع مو بسيط والقصه فايته ببعضها. الموضوع بسيط والامور واضحه. لا تعيدي علي، والله مالي قلب اسمع. موتة اخي شلعت لي قلبي. زينب، رامي، تعوا شوفوا امكم. بتعرفي يعني قلب الاخت والاولاد كل يوم بيذكروني فيه. الله يرحمك يا اخي. ماما اهلا حبيبتي. اهلا، تسلمي لي. اهلا رامي. اهلا ماما، كيفكم حبيباتي؟ هدو كيفكم؟ طمنوني. شو وين رنين؟ اضطريت اتركها عند الجيران، ما بديها تسمع الحكي. حكيها لامك، حكيها. والله البنت حنونه وقلبها عليكي مثل النار. تشربي قهوه؟ ايه 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 جاء على بالي قهوه. ايه قوم رامي حط الدوله على النار وانا بجيب لقمه. استهدي بالله يا بنت الحلال، ليش لتخلي يصير بيناتنا محاكم وتخسري اولادك وتخسرينا؟ انت منا وفينا. انا اللي عم وصل الامور للمحاكم؟ مرحبا. اهلين اخي، تفضل تفضل. ليش قلت لي انك بعد شهادة وفاة للبنك؟ انت كنتي معصبة، بعدين انا برقبتي اولاد ايتام لازم احفظ لهم حقهم، وانت ما بتخلي لا شاردة ولا واردة، يخزي العين، عقلك بيشتغل على 20 جبهة. هذا الحكي بيأكد اللي عم شك فيه. انتوا ليش ما عم تصدقوا انه انا شريكة بهالمشروع؟ انا كنت طالع مصاري مثلي مثل اخوك الله يرحمه. لك يا بنت الناس، يا بنت الناس، انا من وين بدي اعرف هالشيء؟ انا كل يلي بعرفه انه انا واخي الله يرحمه قمنا بهالمشروع والايصالات كلها موجودة. بعدين اخر سنة ها دافعين لكم 32 مليون ليرة. شلون ما فهمت؟ لكم مسجلين بالرقم والاسم. اسمعي، ادفعوا لحامله مبلغ 3,200,000 ليرة سورية، وهي موقع انه استلم بناء على طلب المرحوم. بس هدول كنا نحولكم اياهم حق بضاعة. صحيح يا عيني صحيح، بس منين اجوا؟ من الهوا؟ لا مو من الهوا، من رأس المال اللي دفعناه. عم قول لك دافعين لكم 32 مليون ما عدا التحويلات المباشرة. فهماني، ما أنا كنت أعمل التحويلات بإيدي، بس هدول رأس مال دوار، يعني هدول نفسهم أول طلبية، إجت، بعتوها، حولتوا حقي اللي بعدها، لأنه على حساباتك بصير رأس مالكم مليار. من وين المليار؟ الله يسامحك. ما هذا حكينا. يا هبة، كل قرش دافعينه للشركات ومغطى، وهلا باقي بحسابنا بالبنك يلي عندكم بدبي 2,300,000 درهم، هدول برات الورثة، قصدي يعني هدول للشركة نحن وأخي. بس أنت وقت اللي بتقول إنه حولت لنا 32 مليون بسنة واحدة، يعني كأنك حاطط رأس مال 32 مليون. لك فهمان، والله فهمان، بس أنا بين إيدي وراء. وإذا؟ الوراء ما بتكذب. الوراء تقول شو ما بدها، أنا وأنت فهمانين شو الصح. إذا طلبية حقت من ملايين وتكررت 4 مرات، بتكون دافع حقها 32 مليون؟ هي حقت من ملايين، بس انت استعملتها 4 مرات، وهدول الوراء لا تحاول تلعب فيهم علي، لا تقنعني بشغله انا سويتها. لا اله الا الله. على كل حال هلا بيجي المحامي ويفهمك كل شيء. هلا المحامي رح يفهم شو في بيناتنا اكثر منا؟ عمي خلونا شوي لحالنا، في شيء لازم ينحكى. ليش؟ خليهم يعرفوا كل شيء. لا معلش عمي، 5 دقائق بس. انت كمان عمي. ايه ستي، هاي صفينا على حالنا، خليها ديمقراطية ونحكي يلي بقلبنا. بدي افهم، انت ليش بدك تفرطي هالعيلة هاي؟ الاولاد ولادنا والرزق رزقنا كلياتنا، لذلك يا بنت الحلال خلينا عيلة وحدة ومتماسكة. أنا ما عندي مانع، بس لازم تفهموا إنه في إلي حقوق. والله فهمانين، والله فهمانين، بس أنا قصدي يعني اسمعي، أنا بيتت استخارة ولقيت الحل. لقيت الحل بحيث انه يضل كل شيء مطرحه. لعبة جديدة يعني؟ أنا بفضل الحكومة تاخذ ضرايبها. روقي يا هبة، روقي شوي. الله وكيلك، لا في لعبة ولا في شطارة. أنت مننا وفينا إذا بدك. بنرجع ما نقول نحن عيلة وحدة، وراح نضل عيلة وحدة. يرضى عليكي، ارجعي على البيت، وبلا هالسكنة المعتة وبلا هالشنططة. خير، شو تغير؟ مو كنتوا تقولوا هدول ولادنا نحن منربي ونحن منكبر؟ صحيح، بس انت كمان مو كنتي دائما تقولي انه القانون هو ادنى مرحله من مراحل الاخلاق؟ كتير حلو، اذا ليش لا نلجا للقانون ونحل امورنا؟ اسمعي مني يا بنت الحلال، خلينا نحط خبزاتنا على جبناتنا واتجوزك. شو جنيت انت؟ ليش؟ لساتك صبية يعني. إيه أنت لا في قانون ولا أخلاق، لك حتى طريقة طلبك ما فيها احترام. لك والله ما كفرنا، بالحلال وبالشرع وبالقانون. لك وين رايحة؟ هلا جاي المحامي. مو بالقانون؟ تضربوا أنتوا والمصاري، خليه يعمل اللي بده إياه. هذا عمكم اللي خايف عليكم إذا أنكم تجوزت؟ طول عمرها أنانية وبتحب حالها، هي أم هي. ماما بس فهميني شو صار؟ ما صار شيء. جيبوا كل الورق لحتى اوقع لكم اياها وريحوني منكم. انا شو دخلني؟ ما حدا دخله، بس انا مو للبيع. روح لعند اهلك. ماما ليش هيك عم تحكي معي بهالطريقه؟ لانه عمك خايف اني اتجوز، قال لحاله هو بيتجوزني او لا. شو؟ وهيك بيصير وصي عليك وعلي. شبك صفنت؟ بالنسبة إلي ما بدها صفن. ارجع لعند عمك، إذا كانت نيته صافية خليه يعطيك سند الأمانة اللي عم يقول إنه كتبه على حاله، ولا تعطيني إياه، خليه معك، لأنه هذا حقك وحق إخواتك. شبك عمي؟ عم تبعت البنك بدبي ما؟ شو ما فهمت؟ عم تخبرهم بوفاة أبي؟ لك ابني من شال الحلال والحرام. مرحبا نجوى. اهلا هبة، تفضلي فوتي. اهلا هبة. عنيد تعي ماما. تعي حبيبتي. سلامة كثير. تعي ما رايحة. لا بدي اروح على البيت دخيل. تعي على الشباك عم ترشفي، فوتي الشباك. شو صاير لك فوتي؟ شو بتعرفني؟ طلعت غبت عن البلد 20 سنة، رجعت لقيتها غير بلد، غير ناس، غير أخلاق. وقت اللي كنا نجي أنا والمرحوم إجازة كان الكل يحطنا على راسه. ترى كله كذب. بدبي تعلمت ان المصلحه مصلحه، لا اخي ولا اختي، بس بصدق بصراحه. رجعت لهون لقيت كل واحد مستعد يفرمك ويفرم حاله من شان المصلحه. لك انا مالي ضد، بس لا يروحوا لنا انسانيتنا. طولي بالك، الناس مو كلهم هيك. مين هو اللي مو هيك؟ مستعدين يمسحوا بشرفهم واخلاقهم الارض لحتى يحافظوا على سيطرتهم. لك انا مالي ضد، ياخذوا اللي بدهم اياه، بس مو بهالوقاحه، مو بهالقسوه. تصوري عم يعرض علي الزواج؟ لك مستعد يترك اولاد اخوه بلا امن، مستعد يدعوس على ذكرى اخوه وكله بالقانون. جوزي الله يرحمه كان قاتل حاله لحتى يبني اهله، حتى لو على حسابي. هذا نحن وهيك الرجال. وانتي قاتله حالك بدك تتجوزي. ايه روقي روقي، حقك وبدك تاخديه ورجلون فوق رقبتهم، شو ما في قانون؟ ما عم تفهمي علي. أنا مشكلتي مو مع القانون، مشكلتي مع الطمع والوطاوة، مشكلتي إنهم بعد كل هالعشرة ما بيتورعوا إنهم يستخدموا حتى الندالة لحتى يصيروا أغنياء أكثر، ويركبوا سيارات للبهورة، ويبعتوا هدايا للمسؤولين لحتى يرضوا عنهم ويتصوروا معهم. عرفتي وين القرف؟ أنا عم بحكي عن قضية كبيرة، عم بحكي عن قضية كبيرة صدقيني، عم بحكي عن تعبي وحياتي يلي صرفتها من شان تتحول لرشوات ومظاهر. إلا كان شو مفكرة؟ ليش لحنا بيطلعنا نحلم حتى انه نصير اغنياء؟ يمكن من شان نعتدي على غيرنا، او حتى نمنع غيرنا انه يعتدي علينا، او حتى يلي بايده القوه لحتى يظلمنا نشتريه بالمصاري، او نشتري له مين يكسر راسه. ضايعه ضايعه انا يا نجوى، ضيعوني. ايه حاجتك بقى، يلي عملت كل هالشي فيها تعمل احسن منه. عقدوني من الرجال والمصاري ومن الدنيا كلها. أنا كنت أحلم أرجع للبلد، بتعرفي ليش؟ حتى أخلص من الإرهاق، لأنه مو معقول تضلي 24 ساعة باليوم مستنفرة من شان تدافعي عن مصالحك. طلع الخوف اللي هونيك أرحم بألف مرة. أنا رجعت لبلدي على الأمان. إيه لا تضخمي الأمور كتير، ليكك شبك، اسم الله حولك وحواليكي مو ناقصك شي، بس ناقصك ترجعي الضحكة الحلوة على وشك. لسه الأولاد ولأم عمتهم وين كان مخبالي كل هاد؟ ليكي انا رح اقوم اعمل قهوه، ولا بتشربي متك؟ لا لا دخيلك، حاسه روحي رح تطلع، بدي اروح على البيت. قومي ماما قومي. لا والله ما بتقومي من هون لحتى تروقي، شو هالحكي؟ هروق؟ صدقيني هي على كلها شكرا من شعلة صغيره. يلا ماما ايه دخيلك بسيطه، شو هالقصه؟ اصلا كثير انبسطنا انا وهي وعمي. ليش هو هون؟ جوا. وليه؟ على شو لي؟ اصلا اذا في حدا بالعالم بيفهمك فهو عمي رياض. لا هو ولا غيره يتركوني بحالي وانا ما بدي شيء، انا خلص استقلت. امي ماما صلي على النبي، عادي بدي اسوي لك. لا نجوى ما بدي اهو اعمل لك. اسمعيني عفوا. على شو عفوا؟ ما هو بيتك بيحق لك تفوت وتطلع مثل ما بدك. كيف بقدر اساعدك؟ هبة هبة معقول اني رفضت كده الرفض؟ انا شو اللي طالبه؟ مجرد علاقه انسانيه. اتركها عمي اتركها، عم طالعين لعيونها. بعدين المخلوقه ما عم ترفضك، المخلوقه عم بتقاومك. حلو التفسير. صدقني لك عمي، صدقني هيك وحده بدها واحد مثلك. بعدين اذا كنت مصر فصدقني في امل. أنا لو كنت محلك ما بتراجع بنوب. فوت مهند. أهلا وسهلا فيك. بيتك هلا تستحي؟ يعني مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. شو أهلا وسهلا. شو نجمة؟ شو شرف. شكرا. في عنا أكل ولا روح جيب فراريج؟ لا شو فراريج ما فراريج، خير الله كثير. شرف. تسلموا شكرا. هاي قهوة أهلا وسهلا. شكرا. ولك ابي بيت ابو سامح مو مستعجلين، اصلا الريسيفر منبرمج. يعني هلا اذا طلعنا ركبنا الدش ومدينا الكبوره، بكره بعد بكره طلعنا زبطنا الريسيفر وركلجنا المحطات على 24، شو بيصير يعني؟ طيب ليش العجله؟ بدي افهم. هلا ليش العجله؟ ايه ما طول عمرك بدك يعني شهل ولبيك على السريع. ليكني طالع على التركيب، شو لوين رايح انا؟ لك ابي بدي اياك تروح لبيت هذا اللي يعني ورا مديرية الامتحانات، شو اسمه؟ شو بيعرفني؟ شايفني دفتر تليفونات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لك رجال اتصلوا وقلنا له اليوم. طيب اطلع أنت لهنيك وأنا بركب لبيت أبو سامح. ولك يا ابني ليش لنضيع وقت مرتين؟ خلاص منركب ومنرجليج وصلى الله وبارك. خلاص بس ليجي زياد منروح سوا. ليجي زياد ليروح زياد، شو أنا مو فاضي غير لإلك ولا زياد؟ ولك ابني مشان تتعلم. عم بتعلم، ليتني رايح ركب الدش ومد الكبوله لحالي، شو بدك اكثر من هيك؟ يا بتنتظر ليجي زياد يا بتروح بتركب للجماعه بقفل المديريه. روح وانا لاحقك اذا ما اجى زياد. سناوب سوزوكي بسرعه. لا ما بجيب سوزوكي، بدك تعطيني السياره. ولك ابني شهاده ما معك. حصرت وهما والخوف